لا لاستنزاف العمال، لا لقانون الضمان الجائر، شعارات رفعها مئات المعتصمين من الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خلال اعتصامهم أمام مجلس النواب احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وصفوه بأنه مجحف بحق العمال والمؤمن عليهم، إذ ينتقص من حقوقهم المكتسبة ويؤثر على رواتبهم التقاعدية، وبالتالي هو لا يوفر لهم الحياة الكريمة في الشيخوخة والعجز. أثر بشكل كبير جدا على دخل العمال بعد التقاعد، يعني العامل يجب أن يكافأ بعد إنهائه مشواره الطويل في العمل، ولكن بموجب هذا القانون سيتم معاقبة العمال باقتطاع جزء كبير من رواتبهم التقاعدية تتراوح وحسبنا إحنا بين 25% إلى 40% تقريبا. رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين ورئيس لجنة العمل في مجلس النواب خالد الفناطسة أكد دعمه للاعتصام بكل قوة، معتبرا مطلب عمال الوطن برد قانون الضمان مطلبا مشروعا. نطالب زملائنا النواب في لجنة العمل واللجنة الاقتصادية للعمل على رد التنسيب إلى زملائنا النواب تحت القبة لرد هذا القانون، لأنه جاء جائر وجاء عدم توافقي حقيقي بين أصحاب العمل والعمال والحكومة، ولذلك انعكس سلبيا وخاصة فيما يتعلق في الحسبة التقاعدية والتقاعد المبكر والكثير من المواد التي مست الحقوق المكتسبة للعاملين. المعتصمون طالبوا بضرورة التراجع عن تطبيق قانون الضمان المنوي تقديمه لمجلس النواب بأثر رجعي، مؤكدين على أن أي قانون يجب تطبيقه من تاريخ إقراره، مما يعتبروه ظلما لمنتسبي الضمان. لا شك احنا بندعي هؤلاء القائمين على الضمان الاجتماعي بان يعيدوا النظر في استثمارات الضمان الاجتماعي واللي تتاكل واللي للاسف البعض منها ذهب في استثمارات خاسره، لذلك لن نتحمل هذه الخسائر على حساب حقوقنا المكتسبه، وهذا القانون اذا ما عدل يجب ان يعدل بما يضمن حقوق العمال ويزيدها قوه ويحافظ على الحقوق المكتسبه، لا نعيدها للخلف. وبين مؤيد ومعارض لقانون الضمان الجديد تبقى الكلمة الفصل بيد أعضاء مجلس النواب في دورته العادية المقبلة، فهل سيتم إقراره أم رده؟ سؤال نعرف إجابته خلال الأشهر القادمة. لبرنامج الاقتصاد اليوم، أيمن الزامل.